بسم الله الرحمن الرحيم. السيستم هاكينج لاب 2. ان شاء الله هنتعامل على الميتاكسبلويت باك تراك 5. تعال نشوف اللاب ازاي نهاك. يعني احنا اتكلمنا كلام كتير، ويمكن ناس كتير مننا مش عارف تتعامل باللي احنا اتكلمنا عليه في السيستم هاكينج. بس دلوقتي احنا هنهاك سيرف. يعني ايه هنهاك سيرف؟ يعني دي مكنه هي عاديه خالص مفيهاش اي حاجه، ويندوز سيرفر 2003 مثلا، او اي ماشين واخده اي بي 136 على نفس النتورك اللي فيها الباك تراك سيرفر بتاعي. بكل بساطه افتح الميت اكسبلويت ام اس اف جي يو اي، تمام، اقول له ستارت نيو، هيلود شويه وهيبدا يفتح لي الميت اكسبلويت يديني كل الاوبشنز بتاعته. ده هاكينج سيرف، يعني انا عندي ماشين عاوز اهاك عليه، تمام. تمام كده، سيبه بس يعني ثواني على ما ايه، خلاص كده ينزل كل حاجة. تيجي في اكسبلويتس هنا تلاقي تحت ويندوز، تلاقي في مور، تلاقي حاجة اسمها اس ام بي، اس ام بي، تلاقي جواها كده يعني ايه حاجة كنا بنستخدمها ام اس 08 خلاص 067. افتح بيقول لك هنا نوع الاوبريتنج سيستم ايه. والله في حاجات كتير جدا وباللغات كمان. انت ممكن تقول له اوتوماتيك تارجتنج، يعني انت شوف هو ايه واختار لي واحد من دول، يعني بدل انا اقعد اتشك عليه. هتيجي هنا ميتر بيتر، بتلاقي هنا حاجه اسمها ريفيرس تي سي بي، تمام. هنا والله انت واخد 130 اللي هكلمه على البورت ده، البورت اللي انا هلسن عليه هو ده، والبورت اللي انا هكلم منه 4 4 5. ماشي، التارجت بتاعي مين؟ ها الفيكتيم 136. هنا بقى في شويه اوبشنز، يعني انت سيبها الديفولت، يعني انت ال ام يكون شغال، فيرجن 2 وفيرجن 1 يكونوا شغالين، بتاعي انت ال ام ده بتاعي، الباسوردات وال اوثنتيكيشن، اوبشنز كتير خليها الديفولت، انت كده مش هتستخدم منهم حاجه كتير. هقول له ان كونسول، هيلود شويه كده sending. اقول له help. تمام كده انا عامل كونكت مع الراجل اللي هناك ده، عملت عليه هاكينج. بص بقى، يعني انا قلت له help، help ده راح جاب لي، قال لي انا ممكن اقدر اعمل ايه في الراجل ده، ممكن اقدر اعمل فيه ايه. ممكن اقول له sys info system information sys انفو، والله ده تعالى هنا مكنة اسمها ام سي اي تي بي مش عارف ايه كده، سيست الويندوز مش عارف ايه، سيرفيس باك 1 وسيرفر سيرفيس باك 1 68 اكس، يعني دي انفورميشن مش كاملة قوي. بس تعالى شوف انا ممكن اعمل فيه ايه. عندي هنا اسمها حاجة اسمها هاش دم، هات لي ملفات الهاش اللي عنده. هاش دم، والله في ادمنستريتور، في جيست، وفي سبورت. طب انا عاوز اتاكد، ها تعالى نشوف ايه اليوزرز الموجودين هنا. ايه تلاتة هم خلاص. طب انا بتاع الادمنستريتور اجي اعمل بيه ايه ده؟ هاش، خده اهو كوبي، تمام. وانا بالمناسبة فاتح الاونلاين هاش كراك عشان نبدأ نحطها له كده، ونقول له ايه هاش اللي عليه. ماشي، سيرش الداتابيس بتاعته هيلاقي حاجة اسمها باسورد ونوعه ال ام الالجوريزم، جبت الهاش. طب انا اقدر اعمل فيه ايه تاني؟ انت ممكن تليست الدايركتوري عنده، ده لو عنده ويب كام تشغلها له. شايف كل دوت تبع السيستم هاكينج. ممكن اكل بروسيس معينه شغاله، كل اللي انا افتح الشيل، اشت داون السيستم، اعمل ريبوت، كل حاجه انت عاوزها هتتم في الكلاينت هناك ده خلاص. اموديفاي في الراوتنج تيبل، فاكرين الراوت تيبل؟ ايه الراوت تيبل ده؟ ها الناس بتاعت النتورك لو جيت كده سي ام دي تور اوت روت بوينت، روت بوينت راوتنج تيبل، ده اللي بيقول له ايه لو انت عاوز تروح شبكه 4 اصفار. يعني ايه 4 اصفار؟ يعني اي اي بي انت ما تعرفوش، ماسك انت ما تعرفهاش، اطلع من الجيت واي دي، من الانترفيس ده هيخش النت على طول. انا ممكن اقوم لاعب له في دي،
يطلع على اي جيت واي تاني، فما يطلعش نت، او العب له فيها بحيث لما يجي يطلع جيت واي يطلع عندنا، وانا اكون مستنيه عامل بقى ايه سنيفنج على الباكت اللي هو بيبعتها ده، واطلعه نت من خلالي. يبقى انا بعمل سنيفنج وقفت عنه كل حاجه. طيب ايه تاني موجود؟ في مثلا بيقول لك انت ممكن تعمل له ريبوت، تعمل ريستارت، يعني اي بي كونفج تشوف السيتنج بتاعته ايه، حاجات كتيره جدا يعني. تابلود حاجه عنده الفايل دايركتوري ار ام، تعمل ملفات تلست الفايل. انت كده واقف دلوقتي عنده في السي، لو قلت له ال اس ها هيجيب لي كل حاجه موجوده ايه الفايلات، مش الدايركتوري اهو، ملفات الويندوز اللي موجوده كلها جوه السي. تمام، تعال اقول له هيلب تاني عشان ايه الموضوع كده هيبقى طويل. تمام، دي الكوماند بتاعت اللينكس، من خلالها تقدر تكايت تدليت تداونلود تابلود حاجه معينه عنده. ار ام دايركتوري موف دايركتوري، ار ام ديليت سبيشال فايلز، مثلا نقول له مثلا اقول له زي ال اس ديليت سبيشال فايل سي دي تشينج كاتري كده يعني. تمام، مثلا ايه تعالى نقول له ام كي داير، سميه مؤمن مثلا، كريت دايركتوري. تعالى نخش نتفرج كده. على فكره بالمناسبه انا ما عملتش اي حاجه خالص في الجهاز ده جهاز عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، ولا حاطط تروجن ولا حاطط اي حاجه. ها في فولدر هنا اسمه مؤمن، ما نزلش، ممكن يكون بينزله في باص تاني، ممكن يكون جوه السيستم. اهو تحت السيستم 32 فولدر اسمه مؤمن اهو. تمام تمام يا جماعه، ممكن اقول له ايه مثلا في كوماند عندي هنا بيقول ايه في السيتنج اللي فوق، لو هو فتح بروسيس معين اعمل له كيلنج ليها. تمام، في شت داون اقول له مثلا تعالى اعمل له ريبوت، اعمل له ستارت ريبوتنج. تعالى بص كده، خدت بالك هاكينج سيرف، انا كده عملت عليه هاكينج السيرفر دوت اللي انا عاوزه خلاص، ولا حطيت تروجن ولا حطيت اي حاجه، بس فقط هو معايا في نفس النتورك ما ينفعش يطلع بره النتورك. تمام، يبقى احنا كده خدنا اللاب 2 في السيستم هاكينج، جزء بسيط جدا بس انت تفهمت اتعمل ازاي. طبعا في تولز كتير جدا، وهحاول ان شاء الله بقدر الامكان يعني كل فتره كده هبقى اسجل لكم تولز في مواضيع مختلفة ونبدأ نرفعها في نفس الفولدر اللي اسمه CH. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.